نبداو الحوار ديالنا ان شاء الله شنو غير المستمعين ديالنا انهم يطلعوا كاملين باش نقدروا نبداو الحوار ديالنا. مرحبا بك سي عبد الرحيم، فرحان اليوم نكونوا معاك اللاعب القدير والاتيتيس الكبير ان شاء الله المجال الكروي. اليوم الا بغينا نقدموا قبل ما نهضروا على المشكل والنقاش اللي حنا اليوم جايين نهضروا عليه، نبغيو ندير واحد نتي تغابيل خفيفه. شكون سي عبد الرحيم؟ قرب عندك الميكرو سي عبد الرحيم. تنشكر بعدا شوف تي في ديتي الحبوبيه بعد النهار باش نهضر على الشخصيه ديالي. عبد الرحيم لعب في الرجاء 75، ملي لعب في الرجاء في 75 عطوني واحد البوز ديال فخير ديال الرياضرو. وي وي مع هاد لابوزيسيون اللي عطاك انت سي عبد الرحيم هاكا. لعبت في بلاصة فخير في 75 في اول ماتش ديالي كونتر المغرب فاسي. لعبت في بلاصة فخير، موندرو كان عندنا موندرو هو لونترينور وكنت غنلعب، وداك النهار عطوني واحد الصباط ما فيهش السيوره غير باش نضحكوا شويه. هذه هي البدايه ديالي باش لعبت. ويعري اللي ولدو الرحيمي كيلعب في الرجاء دابا، يعري مشى خدا واحد القنب ديال السكر وجابها ليا باش قال ليا ولعب، هذا هو النهار باش تلعب، لعب هذا هو المستقبل ديالك. مشى جاب ليا قنب ديال السكر، لعبت كونتر المغرب فاسي ودرنا واحد الواحد، وكان بيتشو كان حمزة كان مجيد كان الظلمي كانوا اللعابة الكبار ديك الساعات وديك الوقيته راه كانوا غير هما. المهم هادي البداية ديالي مع الرجاء البيضاوي. واحد الوقيته مشيت احترفت في سويسرا وانا يديت الحداوي بودربالة وشيشة وصفاري مشاو معايا داك النهار في داك الوقت ديك الساعات. دابا انا جبت ولدي مع بقات عندي ديك الحماس ديال الرجاء وسميتو جبتو الحب ديال وداك بقات فيا ديك الحب ديال الرجاء. جبتو لهم فابور ما يخلصوا حتى فرانك وجبتو لهم. هذا هو الغلط اللي درت، قلت لهم 200 مليون 300 مليون كون كيتخاطفوا عليه الفراقي كلهم. واخا سي عبد الرحيم غير باش نصحوا الناس، كيفاش جبتي الو انا الدري ولدي كيفاش جا الرجاء؟ كنت غادي مع واحد الصديق ديالي، والصديق ديالي كيجي للبريزيدون زياد. الو زياد كيكان دو سافامي، كنت غادي انا وولدي، غادي انا والدري داك البريزيدون ديال اللي عنده اوم دافير عنده واحد سانتيتيان وداكشي. قال لي عبد الرحيم علاش ما تجيبوش الرجاء؟ دور عليه في الخوا، كان روشتو ديك الساعات غدير ولدي روشتو ديك الساعات، روشتو هو كان ديريكتو تكنيك. يعني ولدك كان في جنيف باش عبد الرحيم؟ جنيف انا غادي به ديك الساعات لسانت ايتيان. انا خربخني ذاك السيد وقلت ليه وين ما تعودش ونديو الرجاء. انا بهذاك الحب ديال الرجاء والعميق ديال الرجاء وحتى واحد ما يحيد هادي، ولا نقول ليه ما تعودش. هو يصيفط واحد الميساج لزياد قال لي راه عندي واحد الولد كويري ولعب مع اجاكس امستردام، لعب مع اندرليكس، ولعب مع مديح الله يرحمه مسكين ديك الساعات هو اللي عيط على السيليكسيون ديال موادي ساتو. قلت له نديو الرجاء. انا ملي جبت الرجاء سنيت مع 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 فتحي جمال. صحوا الناس يا سي عبد الرحيم الله يخليك، انت فاش غتجيبوا الرجاء؟ يمكن كانوا تنسي انه كان عنده عروض والخبر كانوا عروض 70 عروض اجاكس امستردام اندرليكت، كانوا بزاف العروض، ولكن النفس ديالي انا مع الرجاء قلت غنديه الرجاء. شنو وقع ملي تلاقى مع زياد؟ شنو وقع؟ الوغ زياد جبتو فتحي جمال دار لي واحد التيست ديال كانجور، والتيست ما كاينش كانجور، كاين تيست فيه 3 جور 4 جور. دابا فتحي جمال شافو قال لي يا عبد الرحيم هاد الدري راه العشرة ما يحيدر حتى واحد. هاد هو لا ديسكيسيون انا وياه وفتحي جمال، ونقولها قدامه فتحي جمال الا قال لك شي حاجه انا نقولها قدامه. فتحي جمال قال لي العشرة ما يحيدر حتى واحد كوري صافي. سنيت ليه قال لي ولكن بلاتي، قال لي شوف الدري عنده جنسيه سويسريه خصو بلي لاكارت ناسيونال باش ما يتحسبش عليا عاوتاني دوزيام ايترونجي. ومشيت كنجري سويسرا وديت معايا الدري وديتو سويسرا وصوبت لي لاكارت ناسيونال صوبت لي الباسبور صوبت لي كلشي. واخا حاولت انك تقاد لونجاجمون ديالك مع فريق الرجاء، شنو غادي يوقع في اول مباراه يلعبها ولدك؟ شحال بقى
ديال ما لعبو حتى ماتش، ما لعبش ميم با ماتش واحد ما لعبوش. علاش حنت الاخرين عطيه 7 مليون 8 مليون؟ وبلاتي وبلاتي وانا انا اللي كنقول ولا خصنا نعرف كنقولوها. دابا حنا ولدك قلتي انه بقيتي فواحد لو ماتش لي اميكال ايطول باش دابا 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 بلاتي دابا دابا الدري ولدي فتحي جمال سنا لي واحد شي وراق، من بعد بسنا لي وراق اخرين حتى هو ما قريش العربيه، بسنا لي شي وراق اخرين داكوغ جي 5 ما عرفنا هذيك جي 5 الوغ ما فهمت والو، ما ندخلوش نقول ما نقدرش نتعدى على شي واحد، ولكن بلاتي ولكن الدري دابا ملي عيطوا عليه لعب كونتر ليطوال و الماتش بريمير ميتا ما لعبش، دوزيام ميتا كيلحداو كيتفرج مع عشيق ومع شي بوينين وداكشي، قال لي الحداوي هو اللي دخل. واخا ما بديت حنا عرفناه، غير بغينا نقول انه هو لعب في دونيات الاخر. بلاتي الحداوي اللي دخل، خصنا تري زابورتون، حيت الحداوي اللي دخل، قال لهم هذاك الدري علاش ما يلعبش؟ وعيط للمباركي داك المباركي وعيط لفتحي داك سميتو، قال لي او عبد الرحيم ولد عبد الرحيم ماشي ما يلعبش، ملي لعبوه خربق الدنيا كلها، ان كرون جوار. دابا ولا كيهضروا عليه، دابا داك الجمهور كيقولوا او فين هو هاد الدري اللي جا من سويسرا؟ التصاوركي ديال الابن ديالك وانت وحتىك والفوتو ديال الفرازه كيتسالوا الناس على انه وجا، علاش انه غيتحرك هاد الدري فين هو؟ هاد نسيم هذا، نسيم فين هو؟ اليوم فين هو نسيم؟ هذا الشيء كيقولوا حنا بغينا نعرف الجواب من عندك. ايه الجواب فين هو نسيم؟ الواقي هنا. اي توجور لا، ولكن علاش ما علاش ما لعبش كونتر المغرب فاسي؟ حنت 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 مباركي عنده خمسة اللعابة ديالو خصو يبينهم. واخا عندكم شي وثائق قد سيتوهم؟ عندكم شي اونكاجمون؟ بيان سور. عندك لي دوكيومون؟ بيان سور عندي، عندي كلشي، ولكن هاد نسيم باش لعب وباش يلعب في الدوزيام ماتش ديال المغرب فاسي علاش ما يلعبوش؟ ما بغاوش يبينوا عاوتاني حيت الاخرين حنت انت قلتي ما نقولش الهضره ديال دابا حنا اونلاين خصنا نطلبوا. يلا قول لي اخويا، قول لهم مثلا بالابن ديالك انت، واش الحب ديال الفرازه هو اللي خلاك انك توجه ولدك اللي يكون في الرازه وعندك مستقبل، بغيتي يكون عنده مستقبل فريق رازه؟ اليوم رسالتك السي عبد الرحيم. انا دابا كتبان لي اي فرقه بغاتو تاخذوا، ما كاين حتى مشكل، حتى عندك عتاب ليهم؟ شنو عتابك اليوم يا عبد الرحيم؟ وعتابي كنتاسف بزاف، كنتاسف بزاف هذا الشيء اللي وقع، وباقي ما بغاش يتحيد هذا الشيء من المغرب، حيت كيضيعوا اللعابه بزاف، ماشي حيت ولدي، كاين لعابه بزاف ماشي غير ولدي، كاين بزاف ديال اللعابه مساكن كيتحرموا من هذا الشيء هذا، وخصو يتحيد هذا الشيء من المغرب. واخا تبارك الله عليك السي عبد الرحيم، اكيد نتايا مبغر الكره المغربيه ورشيدك الكره يسعد ليك على الاداء الجميل وحبك للفريق والاخضر. اليوم شكرا لك على التوضيحات كامله. الابن ديالك اليوم الهيطه ديالو كيفاش؟ ماشي غير حبي لولدي، حبي حبي للفريق، لا اللعابه كلهم خصهم ساكن يعطيهم فرص، ما كيعطيهمش فرص، هذا الشيء اللي بغيت نعرف. بارك الله عليك السي عبد الرحيم، بزاف ديال اللعابه مساكن كيضيعوا. شكرا لك وخصو يحيد هذا الشيء من المغرب. شكرا لك السي عبد الرحيم، بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا اخويا.